فجأة وبدون أي مقدمات، النهاردة الاتحاد الدولي أعلن عن مد فترة القيد الشتوي في مصر حتى 22 فبراير من العام الجاري 2024. النهاردة في تصريحات خرجت من الأستاذ خالد الدرندالي نائب رئيس اتحاد الكورة قبل سفره مع بعثة منتخبنا الوطني، وقال إنه من المحتمل أن يتم مد فترة القيد إلى شهر فبراير بسبب سفر لاعبي المنتخب الوطني إلى أمم إفريقيا، مؤكدا أن الوقت الحالي ليس وقتا اعتياديا أو عاديا. والأستاذ عامر حسين عضو اتحاد الكورة والمشرف على إدارة المسابقات قال مد فترة القيد إلى فبراير قانون من الفيفا. لا تعليق على هذه التصريحات لأنها تصريحات ليست لها علاقة بالواقع إطلاقا، والموضوع أصبح بقى له علاقة بالشفافية. والتصريحات لو فيها إجابات على التساؤلات اللي هقولها دلوقتي ما كنتش دلوقتي اتكلمت خالص عن الموضوع. بقالي فترة بسمع همهمات، تصريحات، كلام يعني في حاجات مش مظبوطة، فكنت ساكت لغاية لما اشوف موقف الاتحاد الدولي، لأن الاتحاد الدولي لا يتخذ قرار في مثل هذه الملفات إلا بناء على طلب رسمي من الاتحادات الوطنية. ده واحد، يعني الاتحاد الدولي مش هيمد فترة قيد سواء في الصيف أو في الشتاء إلا لما يجيله طلب رسمي من الاتحاد الوطني اللي عايز يمد. وبالتالي الحاج عامر لما يقول لك ده قانون من الفيفا، أيوه هو قانون من الفيفا بس بناء على طلبك. مش الفيفا كده من نفسها لك إيه مد للمصريين ثلاث أسابيع كده في شهر فبراير لعل وعسى يعني إيه تبقى العملية حلوة شوية. ما بتجيش كده يا فندم. والحاجة الثانية أستاذ خالد الدرندالي بيقول أصل في كأس أمم، وهي كأس الأمم دي النسخة الأولى، ما من سنتين في يناير وفبراير اتلعبت نفس النسخة في الكاميرون، ما عملناش ده ليه؟ قبلها بسنتين كان في نفس الكلام، لا كانت في مصر 2019 اتلعبت في الصيف، وقتها أجلنا الدوري ثلاث أسابيع عشان فرجاني ساسي يلحق يلعب مع الزمالك بعد كأس الأمم ما يخلص. أنا فاكر الكلام ده حصل في 2019، التاريخ موجود والناس فاكرة ما بتنساش. لكن أنا هطرح موضوع يعني هطرح عدة تساؤلات على اتحاد الكورة، لو في إجابة من التساؤلات دي واحدة إجابة واحدة مقنعة هنقفل الملف. أول تساؤل، هل الاتحاد المصري أرسل مبرر للاتحاد الدولي فيفا عشان يغير موعد القيد والانتقالات الشتوية في يناير إلى فبراير؟ هل في مبرر اتبعت في الخطاب ولا مفيش مبرر؟ أصل لو مفيش مبرر إذن هنا الأمر بيثير الشكوك، هنا في أمر هيثير الشكوك، لأنك عشان تطلب التعديل لازم تجد مبرر. ما أنت لو بعدت كده باي ذا واي أنا عايز أعدل، الفيفا يقولك أنت عايز تعدل ليه؟ فلازم يكون عندك مبرر. إيه هو المبرر يا فندم؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، إيه الظرف اللي طرأ فجأة على الكرة المصرية في شهر ديسمبر ولا نوفمبر عشان حضرتك تبعت في سرية تامة للاتحاد الدولي بتطلب فيه مد ميعاد القيد للأسبوع الأخير من شهر فبراير؟ لازم يكون في ظرف طرأ عشان تعمل ده، لازم نعرف ايه هو الظرف. ما احنا في المنظومة معاكم والله، يعني احنا معاكم في الخريطة موجودين معاكم. الحاجة التالتة، طب نفترض، مش هنفترض، هو في قرار رسمي فعلا في ناديين ممنوعين من القيد، الزمالك والإسماعيلي، ده أمر مش مخفي على حد، الناس كلها عارفة الموضوع ده يعني. طيب القرار الاولاني كان القيد يخلص 31 يناير او 30 يناير ايا كان، يعني نادي من الاثنين حل مشاكله الماليه يوم 3 فبراير يوم 4 فبراير وجه عايز يسجل ويقيد لعيبه، هل ده هيبقى عدل ما بين الانديه ولا مش عدل؟ ها حد في اتحاد الكوره عنده اجابه على السؤال ده؟ هل هذا سيتعارض مع اوداع انتقالات اللاعبين المفروض على الانديه اللي عندها عقوبات لو اتسهلت المسائل بالنسبه لها في اول فبراير ولا لا؟ ما انت كده بتدي استثناء للي عنده مشكله في القيد، واضحه. الحاجه الرابعه، لما طلبت حضرتك تغير مواعيد القيد، هل الطلب ده بناء على قرار من مجلس اداره اتحاد الكوره ولا بناء على طلب من رابطه الانديه ولا بناء على نادي بعينه؟ ها عندك اجابه على السؤال ده؟ لما حضرتك بعت خطاب للاتحاد الدولي، هل بعت بناء على طلب؟ قدامكم على الشاشه يمكن ده من الموقع الرسمي للفيفا، احنا مش جايبين حاجه انفراد ولا حاجه يا جماعه، الفيفا النهارده هو على موقعه الرسمي، اي حد يدخل على الويب سايت بتاع الفيفا هيلاقي الحاجات دي موجوده.
النهارده هو ابديت اخر تاريخ النهارده 9 يناير. وادي قدامكم المواعيد. معاك كان اخره في نهايه يناير، فجاه بقدره قادر اتمد ل 22 فبراير. الاسئله اللي سالتها دي هل حد في اتحاد الكوره عنده اجابه؟ لو عندك اجابه واحده على التساؤلات دي كلها هنعمل لك تعظيم سلام. بس انت ما عندكش اجابه لغايه دلوقتي، لان كل التصريحات اللي بتتقال ملهاش اي علاقه بكل الامور اللي انا طرحتها، لان انا طرحت على فكره موضوعات واضحه وصريحه وفي اللائحه وفي القوانين. لكن اللي حصل النهارده لو ما فيش اجابات على الحاجات دي يبقى هنا هنقدر نقول بصوت عالي اشمعنى. لو نادي ممنوع من القيد وحلوا مشكلته في اول فبراير واستغل فتره القيد اللي امتدت ل 22 فبراير، فين العداله في المنافسه ما بين الانديه؟ ايه المبرر اللي بعته عشان تعدل فتره القيد؟ ايه اللي طرأ على الكره المصريه السنه دي فجاه عشان تعدل فتره القيد؟ الملف ده هيفضل مستمر معايا لغايه لما تجيلي اجابه، بس انا واثق مش هيردوا. مش هيردوا. لان لو في ردود على الاسئله دي كانت اتقالت من قبل ما الفيفا يعلن. لكن لما الموضوع اتقال قبل الفيفا ما يعلن كانت الناس بتحاول تستخبى. وكانت الناس بتحاول تقول كلام ملوش علاقه خالص باللوائح والقوانين. يقول لك اصل ده قانون من الفيفا، ايوه بس ده طلب منك. يقول لك اصل ممكن ناخد فيه قرار خلال يوم ولا يومين، يا فندم انت بعت من شهرين ثلاثه، طب قول لي التاريخ اللي بعت فيه الطلب. خلي عندك شفافيه ويبقى عندك وضوح وصراحه مع الاعلام واطلع قول انا بعت لاتحاد الكوره الاتحاد الدولي يوم 10 ديسمبر طلبت مد فتره القيد في الشتاء. في خطاب زي ده ولا مفيش؟ عندك ميعاد ولا ما عندكش؟ عندك مبرر ولا ما عندكش؟ هنستنى ونشوف.